أهلا بكم مشاهدين، هنا لبنان مجددا. يعني القصف يطال بلدة كفركلة، القصف يطال بلدة كفركلة، وعلى ما يبدو أنه تم يعني نرى منزل يبدو أن قذيفة فسفور سقطت فوق أحد المنازل. مشاهدينا كما نرى يبدو أحد القذائف الفسفورية في بلدة كفركلة سقطت في أحد المنازل، وهناك نيران. اللي سامعك ركز لك، حبعتك لوكيشن، انا حبعتك لوكيشن. يعني اهلا بكم مشاهدينا، نحن معكم مباشره من بلده يعني مشاهدينا نحن معكم مباشرة من بلدة كفركلة التي تعرضت أيضا للقصف بالقذائف الفسفورية بعد استهداف دبابة في مستعمرة الأمطلة. يعني انتهى القصف في سهل الخيام وتلة الحمامص، وسقطت يعني عدة قذائف في بلدة كفركلة. يعني نستطيع أن نرى هذه يعني على ما يبدو المنزل، يعني هناك نيران تتصاعد يعني من المنزل، يعني سقطت قذيفة فسفورية على ما يبدو. يعني أنا شايف إن البيت طالعة دخنة وجاي هي فوق فسفوري، شكل البيت يعني مولع أو شيء، مبين دخنة سوداء. نحن معكم مباشرة من بلدة كفركلة التي تعرضت للقذائف الفسفورية منذ قليل بعد استهداف دبابة في مستعمرة الأمطلة. يعني توقف القصف على سهل الخيام ومحيط بلدة الخيام وتلة الحمامص، وانتقل رمي القذائف إلى بلدة كفركلة بالقذائف الفسفورية كما نرى بعدسة الكاميرا. يبدو أن الوضع هادئا في هذه اللحظة، لا يسمع أي صوت قذائف. لكن في شيء البيت، في حدا أو ظهرت الرابيد؟ يعني الرابيد هي كانت قبل البيت؟ كانت واقفة بالساحة، هلا نزل بس هديت دغري نزل من البيت. كان بالبيت؟ إيه صح، بالبيت. يعني على ما يبدو أن الأشخاص المتواجدين في المنزل قد غادروا المنزل. يعني حسب ما رأينا كان يوجد سيارة في قلب المنزل وغادرت منذ قليل. أنا معقول بيمرق من هون صاحبها ولا؟
يمكن نزل فجأة. قد على بنصنع في الدور كين الزلمة بالبيت وبس ريحة بحر من بيته بس فيش حدا من البيت ما في شيء أضرار من جوا والنار عم تولع من وراء بعد ما حدا عارفه. يعني مشاهدينا تواصلنا مع صاحب المنزل، يعني كان يوجد شخص واحد في المنزل وغادر لحظة وقف إطلاق القذائف، لكن يعني ليست هناك معلومات حاليا عن إذا كان المنزل متضرر. يعني حسب المعلومات تقول أن القذيفة سقطت خلف المنزل، بالطبع قذيفة فسفورية. هلا وقف برد كانوا عم يضربوا عشان الاثنين خمس حمامات يعني مشاهدينا نكرر بأنه المنزل خالي، المنزل خالي بعد أن كان يتواجد شخص من أصحاب المنزل وغادر لحظة وقوع القذيفة. يعني ليس هناك أي إصابات في بلدة كفركلة. يعني والمنزل لم تعرف حتى الآن إذا كانت النيران وصلت إليه أم بعد. يعني القذيفة سقطت خلف المنزل مباشرة، يعني كما نرى بعدسة الكاميرا هذا هو المنزل الذي سقطت عليه القذيفة. شو بدك لنشد الدنيا إن إذا مشاهدينا الأجواء هادئة لم تعد تسمع صوت القذائف. مشاهدينا هذه هي الأجواء، نحن معكم من بلدة كفركلة. يعني الذي حصل، تم استهداف دبابة في
في مستعمرة ألم طلي، وهناك معلومات أنه إصابة جنديين إسرائيليين، وتم الرد بالقذائف الفسفورية على ثلث الحمامص ومحيط سهل الخيام بشكل كثيف، وتم استهداف أيضا كفر كلا بالقذائف الفسفورية. لم تسجل أي إصابات في بلدة كفر كلا حتى الآن، وتوقف القصف حاليا، هناك حالة هدوء. إذا مشاهدينا سنكون معكم بأي جديد فور حصوله.